يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه في آخر الزمان يقدم الصبي للإمامة لا لفقهه وإنما لجمال صوته. سؤاله: أحيانا يقدمونني لجمال صوتي وفيه وهناك من هو أفقه مني وأحفظ، فهل أدخل في هذا الأثر المذكور وهل لي أن أمتنع من التقدم؟ حديث ليس فيه أنهم يقدمونه للصلاة، لكن يقدمونه يتلو القرآن وليس بأفقههم، إنما يريدون التلذذ بصوته، هذا ورد. وأما صلاة الصبي بالبالغين صحيح أنها تجوز إذا كان أقرأهم لكتاب الله. قد كان عمرو بن سلمة يؤم الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤم قومه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أقرأهم لكتاب الله. كان صبيا، كان صبيا لم يبلغ. نعم.